يعني احنا بنشتغل على تحويل ال بالنسبة لنا كمسرح وطن اللبناني هذا شيء بسيط انه نقدر نفتح المسارح اليوم ان كان بسوريا بطرابلس. المسرح اليوم عم يستقبل عائلات عم يقدروا يعيشوا معنا بالمسرح، نعمل ورش تدريبية كمان بالرسم بالأشغال اليدوية بالمسرح بشكل يومي، وهذا عم بخفف عن الناس. نحن اليوم بحاجة لهذا التضامن وهالمقاومة الثقافية. اليوم بسينما الكوليزيه هذه السينما التاريخية اللي كنا أصلا عم نعيد تأهيلها، فعم نكمل شغل فيها لنقدر نجهزها لتستقبل الأهالي الموجودة ببيروت. اليوم الثقافة والفنون ضرورة، ولكن الحاجة الإنسانية إنه الناس تكون موجودة بالمسرح هذا شيء مهم، وهذا اللي عم يعمله المسرح الوطني اللبناني بسور وبطرابلس وببيروت. عم نشوف هالعائلات اللي عم يجوا، هالشباب اللبناني والفلسطيني والسوري، حتى اليوم الجالية السودانية وأفارقة اليوم. أنا الساعة 4 بالصبح مثل المجانين، عندي بنتي التبط لسانها ما بقى فيها تحكي. وشلون طلعنا على الطريق، يعني الطريق ما فيها حدا ما فيها إنسان، نحن وماشيين كمان ضربوا قنبلة عند النهر هذا القصمية، نهر القصمية نزلت غارة هنيك. والحمد لله رب العالمين، الله سلمنا وعدينا، رحنا بركنا بالصيدة، كمان بالصيدة تمينا بركنا بمدرسة، قلعونا المدرسة لأني ولادي سوريين، باركنا بالشارع تقريبا شي 4 أيام، رجعنا على بيتنا على صور، لقينا دمار كتير، ويعني برك يعني شلون بدي اقول لك، يعني بركي ما بتنبرك طول هنيك، يعني نمنا هالليلة بس قلبنا بإيدينا، خفنا كتير. هو طلع الصبح الحمد لله رب العالمين، رجعنا جينا اتصلنا بأستاذ قاسم الله يطول لي بعمره يا رب خلينا إياه، قلنا تعوا قلنا ونحن سوريين قبل ما نيجي، قال عيب عليكم تحكوا هالحكي، تعوا لهون وانتوا اهلنا ان شاء الله. بالقصف اللي عم بيصير حد بيتنا، جينا لهون على طرابلس وجينا على المسرح الوطني اللبناني، كل يوم نجي بنلعب بنمثل بنرسم، الصراحة كتير عم ننبسط وكتير حلو القعدة هون باللعب والتمثيل والرسم. كان الوضع بصير كتير بخوف بسبب الأصوات اللي كنا عم نسمعها، يعني جينا كنا كتير خايفانين، بس طلعت الضربة حدنا جينا على طرابلس.